مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم عدة انواع من السلطة. قبل ما نبلش بالفيديو بتمنى عليكم تعملوا لايك للفيديو وشير وتشتركوا بصفحتي ونصور عائلة واحدة. حبايب قلبي لنبلش بالفيديو. بسم الله، عنا اول شي بقدونس، خس، نعناع، فليفلي، كبيس حلو وممكن نحط كبيس حامض ما في اي مشكلة، بصل، خيار، بندورة، فجل، بقدونس، جبنة، فطر، جزر، ريديس، بطاطا، بيض، ذرة، طونة، بصل يابس ومعكروني. لنبلش مع بعض الطرق. بسم الله الرحمن الرحيم. هيدي طريقة كتير حلوة لست البيت اللي بتحتار شو بدها تعمل سلطة، فيها تشكل كل يوم مع الأكل، تعمل سلطة مع المشاوي، بتنفع مع الدجاج، مع المجدرات، مع أي شيء بتنفع هيدي السلطات. لنبلش مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء منبلش بسلطة البطاطا. سلطة البطاطا أكيد كلنا منعرف نقطع البطاطا، عشان هيك هلأ رح سريع تقطيع الخضرة قد ما فيني. رح أعمل السلطة قطع كبيرة. هيدي البطاطا بعد ما قطعتها هلأ بدي أقطع فجل. رح أقطع كمان حبة بندورة. هيدي البندورة كمان. شوي نعناع. نعناع رح أقطعها شي خفيف بشكل حلو. ممكن انتو تزيدوا تكتروا، عرفتوا كيف؟ كمية اكتر تدوبلوا الكمية. بقدونس، بصل، هيدي اول سلطة عملناها سلطة البطاطا. حامض كمان، رشة ملح، وبحط شوي فلفل اسود رشة خفيفة. واو شكلها شو حلو، كتير رائع. هلا بحطها بالصحن ومنكفي مع بعض سلطة تانية. السلطة التانية اللي بدي اعملها انا وياكم سلطة الجبنة. عنا بندورة، خيار، خس، نعناع. هيدول قطعتهم عشان مثل ما قلت لكم سرع الفيديو قد ما فيني. بسم الله، قطعها قطعة تكون شوي كبيرة لتبين بالسلطة. حط الجبنة، فلفل اسود، ويلي بحب بحط زيت زيتون شي خفيف. بحركن شوي. هيدي سلطة الجبنة اللي عملناها، هلا بحطها بالصحن. هلا بدي اعمل انا وياكم السيرفيس. بقدونس، كمان بحط البصل، سمق، ملح. فينا نستعمل هيدا الملح ونستعمل الملح الناعم. رشة خفيفة فلفل اسود، كمان حامض. حركها منيح. هاي
هيدا السيرفيس هو ذاته شو بعمل؟ بشيل شوي. هيدا السيرفيس، من السيرفيس هو ذاته بعمل سلطة المشروم. هيدي سلطة المشروم كتير سهلة. هلا بحطها بالجوت. بدنا نعمل سلطة البيض، عنا نعناع، كبيس، بندورة، خس، نحطهم كلهم مع بعض. كمان بقطع البيض، رح قطعهم بهيدي الطريقة، بس أربع قطع. حطهم بالجات، كمان رشة ملح، فلفل أسود، ورشة حامض صغيرة. بخلطهم شوي. هيدي سلطة البيض اللي عملناها مع بعض. هلا بحطها بالصحن. اخر سلطتين عندي هي سلطة التونة والقريدس. كمان عندي معكرونة سلقتها، كنا بنعرف نسلق المعكرونة. قطعت الخس، فلايفلي، خيار، جزر، ذرة، تونة والقريدس. هني نفس المقادير، نفس المكونات بنستعملهم، بس كيف شي تونة شي قريدس. حط جزر، بحطهم بهيدا الجاد، هيدا افضل. الفلايفلي والخيار، حركوا منيح. هلا بشيل قصم للطونة لواحد وقصم للقريدس. هذا قصم للطونة، هيدا للقريدس. حط القريدس هون والطونة حطها هون. خلطهم مع بعض. كمان هول بخلطهم، بحط رشة ملح صغيرة، كمان نفس الشي، فلفل أسود. هادي كتير طيبة مع الفلفل الأسود، سلطة القريدة والطونة. يلي بده بحب بحط هيدا عصرة حامض صغيرة. خلطهم هلا، حطهم بالصحن. رح حط فوق سلطة البطاطا رشة زيت زيتون، وممكن نحطها بقلب السلطة، ما في أي إشكال. كمان رح حط شوية ذرة فوق هاي دولي سلطة القريدس والطونة، وممكن نحطهم بقلب السلطة نخلطهم. سلطة التونة كمان رح حط على الوجه شوية جبنة شدر، رح رش مايونيز. هيدي نفس الشي. بتمنى تشكيلة السلطات اللي عملتها أنا وياكم تكون نالت إعجابكم، وكمان تعملوا شير ولايك للفيديو، وتشتركوا بصفحتي وتصوروا من عائلتي الحلوة. هيدا الفيديو اللي عملته أنا وياكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي.